يلا لعبنا. السلام عليكم البنات، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي بقيتوا مع هذا الجو؟ صراحه انا بيك فان ديال هذا الجو، كنحماق على الغيام والبرد والشتاء. زوين زوين هذا الجو، ما كتقنطيش منه، يعني كتلبسي كتدفي ماشي بحال الصيف، تعيا تحيدي في الحوايج، تعيا ديري اي حاجه والو. المهم الحمد لله على كل حال. دابا لقيتوني اختي غادي نغسل وجهي، يلا فقت. بديت بغلي بديت بغالي، انت كيسمع حلقي كيبقى يبكي، راه غنهزك غالي. اطون غير لما نغسل وجهي ولدي، ها ولدي راه غنغسل غير وجهي وغنهزك يا اختي. هذا هو في الهزان. اما ولكن بدات بدينا بغالي هو الاول، بدلنا ليه العكوش وبيان سور ما غاديش نعطي البيبرون غير غيفيق، لا باش ناكلو. راه ديجا غادي نكون حطيت لكم لا فيديو ديال الروتين ديالي مع غالي، كيفاش دخلت ليه الماكله، اشنو كنعطيه ياكل الى اخره. لا روتين ديالو كامله راني بارطاجيتها معكم. ما اسمعي يا اختي، اسمعي يا اختي، التبوحيط اما باش نمشي انا غير نهزو، ما فيه لا جوع لا والو. ولدي اصبر ماما، هي نغسل وجهي، اصبر هي نغسل وجهي وديك الساعات ولدي نجي لعندك يا اختي. ما الله يا رب، عندي طرزان. ايوا البنات كي بقيتوا؟ بقيتوا مع الصحه؟ توحشتكم؟ تفرجتوا شي افلام في يوتيوب ولا والو؟ امي 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 فوالا كبيده، ضروري اختي كندير البلاش انايا في الصباح، ضروري انا مهم وجهي ما حيدش من البلاش، شحال اللي قبل ما كنخرج هذا البلاش هذا كنت كندير غير الفراجو، ضروري اختي. اما ماما البنات ايوا شريلو انت في اللعاب، ومحلي راسك ومحلي راسك، ما كرهتش نوريكم هاد الفنون. شوفي اختي شوفي باش كيلعب، مرندينا هزها البارح بقات يخمجها بيديه، شوفو كيردها دايره مسكينه. شنو هادي؟ شنو هادي؟ وشري له انتي اللعاب واخسري الفلوس. فيك بنات اول حاجه كيف ما شفتوا كنحاول نست في الكوزينه، واخا الكوزينه راه خليوها على الله، بلا ما تكتبوا لي في الكومنتات صافا است في الكوزينه، مازال ما بغى يجي نهارها يا اختي، مازال ما كتبش نهارها، ولكن هي غادي تست وغادي تست، لان انا براسي ملونه في الوسطى فهمتوا. المهم اختي هادي ما يرضى عليك ارا ها، شكرا. سخرت غير واحد الوليد باش يجيب لي هاد السكر، هذا السكر اللي مخصوص غير. المهم كيف ما قلت لكم الكبيدات الكوزينه ان شاء الله غادي تستف غادي تستف، مازال ما كتبلهاش نهارها. المهم هذا ما كان، سينو كيما شفتوا عندي واحد الزرده ديال الماعن يا اختي، زرده واش من زرده، لان انا ما مولفاش نخلي ديال العشاء للصباح، ولكن شي مره فاش كنكون عيانه كنخليهم، اولا فاش كيكون غالي نعس، الا نعس غالي ما كنقدرش نقرقب، لان غالي نعس وخفيف اون فوا غنحرك، تخيلوا غير هكا كيفاه نعس وخفيف لواحد الدرجه ما يمكنش. المهم اختي دابا غادي ندير الماء يسخن باش غادي نشرب واحد التيزان، هاد
غادي ندير الماء يسخن ونسخن خبيزه وندير فرميجه ونشوف واش باقي الزيت باقي واحد شويه. فرميجه وزويته بلديه ونفطر انا وليدي اليوم. ما غنعطيهش البيض لان البارح كلاه، فالبيض ماشي يومي، البيض ماشي يومي لوليداتكم، فالبارح كلاه وما غاديش نعطيه ليه اليوم. اليوم غادي نعطيه زويته هكا بلديه. شنو كنت باغا نقول لكم؟ صافي اختي على ما نفطروا عاد نوض نغسل هاد الزرده هادي. الفطور اختي هو الاول لان فريمون جاياني السخفه والله القسم البنات، والنيت الله اكبر كبيره، والنيت باغي نهضر معكم في واحد لو سوجي ان شاء الله يا ربي. هذا اخر نهار غادي نفطر به بالخبز والزيت والفرماج في الصباح، وكنظن غادي تكونوا فهمتوا. المهم الكويدات غادي نفطر وكنفطر ولدي معايا، ومن بعد غادي نمشي اختي باش نعسو. وفاش لان فاق قبل مني هو، عرفتو فاق قبيله وبقى فايق مسكين ما كيدير لا صداع لا والو، بقى غير فايق. ودابا الكبيدات خاصنا ودابا فاش نعسو البنات عاد نهضر معاكم انا في خاطري. هما شوف هاد الوليد، شوف هاد الوليد اش كيدير، شوف هاد الوليد اش كيدير. شوفوا 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 الحاله اللي داير ليا، شوفوا اري ديبا. شوفوا تشبط في هادي وراه مشبط فيها دابا، راه شاد غير في هادي. البنات رجعت ليكم، مهم شي تختي نعس غالي لانه ضغط خدم النعاس وتبرزت وفاق قبل مني كيف ما قلت لكم. المهم اختي غادي نشارك معكم شنو هو الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه، وكنتمنى تخليو لي نتوما لو بوين دو في ديالكم، رايكم شنو بالكم في الموضوع. فالبنات انا وصلت لواحد النقطه ديال انني ما بقيتش راضيه على راسي، لانني تقولوا صافا علاش ما راضيش على راسك، ما راضياش على راسي في الوزن اللي وصلت ليه، في الكرش اللي خرجت ليا، بزاف ديال الحوايج في لو كور ديالي. ان الناس اللي كيعرفوا صفاء القديمه هما اللي غيفهموني. وغادي نحط لكم تصويره الناس الجداد، نحط لكم تصويره قديمه ديالي، قديمه ماشي قديمه بزاف، فاش كنت كنقرا في الليسي، وغادي تشوفوا كيفاش كنت وكيفاش وليت دابا. ف بكل وضوح انا ما عمرني ما كليت شي حاجه الغلط، وما عمرني ما زعما كليت شي حاجه باش نغلط شي دوا شي لحسه شي حاجه باش نغلط انا، يعني باش نزيد جامي. لو كور ديالي كنت راضيه عليه 100%، وكان جسم فريمون مثالي. غنكون حطيت لكم التصويره وتكونوا شفتوا ذاتي، كانت زوينه فنه كتحمق، ما عنديش الكرش، عندي يعني لي كوتي، عندي داكشي لي هونج. المهم طايتي كانت زوينه، طايتي كانت فنه، ما كانتش فيا النسمه ديال الشحمامه فيا. من بعد كنت فعلا كنت بديت بحال جاتني واحد لا ديبرسيون، وجاتني غادي نشرح لكم، جاتني بالماكله، فريمون. فاش نقول لك الماكله راه ماشي الماكله اللي كتعرفي انتيا كتاكلي بق بق، لا راه الماكله راه تحطي ليا حولي مشوي غناكلو، راه تحطي ليا دجاجه قد قداش غناكلها. كنت في واحد لا بيريود عطيتها لي غراتان، الغراتان بالنهار الغراتان بالليل، الفاست فود، الماكله الزنقه كتعرف شحال ديال الفلوس خسرت على ماكلة الزنقة؟ عرفتو شحال خسرت؟ فغيمون زبالة ديال الفلوس على ماكلة الزنقة. كان كيطلع ليا النهار اش غنقول لكم، كنخرج كنفطر برا، كنفطر خاصني فطور برا، من مورا الفطور خاصني غدا، من مورا الغدا خاصني نمشي، هادشي اللي قلت في القهوة، خاصني نمشي اختي لماكدو ناكل، نساني من ماكدو نمشي اختي نرجع للقهوة نجلس ناخد شي حاجة ديال كريب ولا ما كنساليش. مهم نهار كامل وانا بحال ابن بطوطة على القهوة.
نرجع للدار ندير لي فغيزون اولا نجيب محل في الليل نطيب غراتان كتو كتاش. راه غير باش تعرفوا الغراتان اشنا هو، راه سوا كيكون بطاطا سوا كيكون بلي بات، لي بات والبشاميل. نتوما عارفين البشاميل باش كيتصايب، الزبده الفورص الحليب، هادشي راه كافي. غير البشاميل بوحدو راه كافي، حراك لي بات زائد الموناضة. كل نهار قرعه د الموناضة، تخيل بلا نهار بلا وسط النهار كنهضر على الليل، خصني قرعه د الموناضة بالليل ديالي بوحدي، ما يشرب معايا حد. زائد واحد الغلط كنت كنديرو اللي هو النهار كله ملي نفيق الصباح ما ناكلش، كنجي حتى الليل وكنعوض داكشي كامل، داك الجوع، عرفتي داك الجوع ديال النهار كله ما كليتش، حتى الليل كناكل الدوبل والتريبل ديال داكشي اللي كنت غناكلو في النهار. نهار على نهار لمدة عامين ولا 3 سنين وانا على هاد الحالة، نهار على نهار، نهار على نهار، نهار على نهار، حتى وليت غادا وتنزيد، وليت غادا وكنغلط، غادا وكنزيد، غادا وكنزيد كنقول اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا. ها هي النتيجة ديال اليوم غدا، شفتوها البنات؟ هادي النتيجة ديال اليوم غدا، هي هادي النتيجة ديال اليوم غدا، هي هادي كنقولها وانا فريمون مفقوصة. اليوم غدا ها هي النتيجة ديالها قدام عيوناتكم. فانا لاكور ديالي باقي ضعيف، هانتوما شوفوا غير ديداتي، شفتوا ديداتي؟ ما عنديش داك اللي كيكون هنايا كيتزعزع البنات العيالات ولا كشي، فهمتوا؟ ديداتي عاديين، هانتوما ديداتي عاديين جايين مع لاكور ديالي، ولكن انا اللي خسر ليا ذاتي هي الكرش ولي كوتي. هانتوما هذه عباره عن دهون، بلا ما نهضروا على الكرش الاولاده، لان الكرش الاولاده زادت خرجت لي، زادت تبقات، فهمتوا؟ الكرش الاولاده انا ما حيدتش ليا، زادت تبقات فوق داك الطبقات اللي كان. فوصلت لواحد المرحله اللي فريمون كنت نقول مع راسي صفاء فين غاده، صفاء راه هذا الشيء ممكن تحيديه بالزربه، ولكن الا زدتي ممكن تلقاي مشكل، ممكن تلقاي مشكل. وانا حاليا كيصيفطوا ليا كيهضروا معايا واحد الدكتور معروف هضر معايا باش نمشي الا بغيت نقاد لا فورم ديالي، ما بغيتش الا بغيت الا بغيت ندير الشد ديال ترهلات الصدر من مور الولاده، ما بغيتش. كلينيك في تركيا نسيت شنو كانت سميتو، كلينيك شي حاجه نسيت شنو كانت سميتو البنات، كلينيك في تركيا صيفطوا ليا ميساج المشي على حسابهم ولوطيل على حسابهم ونجلس تنبرع على حسابهم باش يديروا لي هذا الشفط وداكشي، ما بغيتش، ما كنفكرش هذا التفكير انا. اييه وكانت شي وحده غتقول اه المشيه تركيا اختي فابور والعمليه فابور، لكن لا ماشي ديك الدرجه، جسمي انا ما يحتاجش عمليه اولا تكميم، انا عارفه لو كور ديالي كيفاش داير. فالبنات بقيت كنقول غادي نهضر مع كوتش، اونفا هضرت مع كوتش مرا كتخدم مع الناس وشفت لي ريزولطا ديالها، فهضرت معاها وريتها لو كور ديالي، عطيتها شحال كان وزن، قلت لها كيفاش كنت وكيفاش وليت الى اخره. قالت لي صفاء لو كور ديالك ساهل باش يمشي، علاش؟ قالت لي زعما مع الصبا وداكشي، راه لو كور ديالك ساهل غيمشي دغيا دغيا، لحقاش ما يعني ما غياخذش منك مده طويله، راه بضع شهور من 15 يوم من شهر شهرين غتبقاي تلاحظي الفرق انت الراس كتشوفي انه نقصتي، لان لو كور ديالي انا ما تزاد فيه والو، تزاد فيه غير الكرش، فهمتوا البنات؟ انا دابا خسرتني غير الكرش صافي، هي اللي عندي بذاتي. اما من هنايا انا صغيوره، هانتوما شوفوا من هنايا صغيوره باقي عندي ليها واش باقي يعني مازال مزيانه، المشكل عندي في الكرش. فهي هذيك البنات هضرت مع الكوتش، غادي ناخذ واحد لاغام واحد الباك من عندها النيت اللي كيساعد باش انك كتنقصي في الوزن، وغادي نخدم على راسي وغادي نبقى نشارك معكم البنات الوجبات اللي غادي نبقى نصيب، يعني شي نهار نقدر نشارك معكم وجبات ديال النهار كامل باش نتوما تستافدوا البنات اللي باغيين ينقصوا في الوزن. وغادي نخدم سبور، سمحوا لي غادي نخدم سبور، يلاه البارح خدمت سبور بالليل وكنقطع الماكله، ما كناكلش تقريبا من 8 ديال الليل للفوق كنحبس الماكله، كنبقى غدا غير الماء 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 الماء. مهم حنا دابا بحال دابا نهار الثلاث، نهار الثلاث اللي هو اليوم كنصور لكم هذا الفيديو، غتوصلني لاغام اللي غتعاوني باش نقص الوزن. و نهار الاربعاء غدا ان شاء الله غادي نبداو باش تعطيني لي غوسيت هي ولي غوبا اللي غادي نبقى ندير،
وامتى غناكل امتى ما غناكلش الى اخره. فهذا ما كان الكويدات، بغيت غير نبارطاجي معكم هذا الشيء. علاش؟ باش ندير لكم الكوراج. والبنات اللي غيقولوا صافا هاد الهضره ديجا قلتيها لينا، ديجا قلتها لكم، ولكن ما عمرني ما تبعت مع شي كوتش. فاش كتبعي مع شي كوتش فريمون راه ما كنتفلاوش، حيت الا عطينا فلوسنا راه ما كنتفلاوش. واش فهمتوا؟ يعني الا عطيتي فلوسك، عطيتي فلوس باش تبعي مع كوتش، راه ما غاديش تفلي. فهذا ما كانت الكبيدات. عرفتوا البارح ترينيت الكريشه، دابا مقطع فيا اللحم، وكنتريني وكنخاف، عندك يكون الغرز لداخل، عندك طرا لي شي حاجه، عندك هذا، حيت ما خصنيش نفورسي على راسي. راكم عارفين العمليه وهذا، فما خصنيش نفورسي على راسي ابدا. ولكن الحمد لله تقطع فيا اللحم في الكريشه، ولكن مزيان. فالكليت كما قلت لكم من 8 الفوق، وخا كنجوع نقدر ناكل مثلا تفاحه. البارح جاني موت الجوع، كليت تفاحه، ولكن باش نوض ناكل غراتان ولا شي حاجه نو، نيفر نيفر ايفر نيفر. فالماء كيجيني العطش، ما كاين لا عصير لا حلاوه لا والو، الماء سالينا الماء. فانا قاعده على هذا السيستم ان شاء الله تنوصل لذاك داكشي اللي انا باغاه. علاش البنات؟ لان اولا الجسم ديالي، ثانيا السن ديالي باقا صغيره 25 عام، راه مازال فين نقاد. راه اختي العيالات كيكونوا 30 وهكا تيديروا، 40 هكا تيديروا، 50 هكا تيديروا. الا بقيتي مهلي فراسك غتبقاي هكا كديري، واش فهمتي؟ فتهلاي فراسك. وانا هاد الهضره كنمكن لي ما نقولهاش ليكم ونخبعها، وما تسقوليش الخبر لا متبعه مع كوتش، لا نقصت في الوزن، لا كنخدم على راسي باش ننقص، لا حتى شي حاجه. حتى يجي النهار وتلقاوني مكاده غتسولوني شنو نقول لكم درت الريجيم، صافي سالينا. ولكن انا كنبغي نبارطاجي مع البنات خواتاتي اللي حتى هما بحالي، اللي حتى هما عندهم وزن يقدر يكون اكثر مني. فنوضوا البنات، نوضوا. شتي ولا نتزيرو غير واحد 5 شهور 6 شهور مزيانه، 5 شهور 6 شهور مزيانه، نعطيو لا طاك لا طاك لا طاك لا طاك، نخدمو نخدمو باش اختي في الصيف نلبسو داكشي اللي بغينا. انا حتى على اللباس قسما بالله، حتى لباسي ما بقاش كيرضيني. هو لباسي زوين، انا كيعجبني، ولكن انا كيعجبني. كاين الناس ما كيعجبهمش لباسي، هما حرين. انا كيعجبني لباسي، الحمد لله محترم، لباسي زوين. ولكن عندي مشكل هو انه انا كنت كنلبس لباس واسع، مثلا كنت كنلبس الاس غنولي نلبس الام، يعني كنزيد طايه باش ما كيعجبنيش نلبس لاصق عليا، فهمتوا؟ كنبغيش نلبس لاصق عليا الا انا كنت هكا غنتريني ولا شي حاجه، بحال الصوره اللي حطيت لكم كنلبس هكا. لكن البنات باش نلبسو ونخرج به، ماشي تاع زعما نضرب الناس، انا ما كنرتاحش فيه، انا ما كنرتاحش حاجه صغيره كنقنط، فهمتوا؟ فدابا وصلت لاطاي اكس ال، فالاكس ال بحد ذاتها ولات كتجيني مزيره، الاكس ال ولات كتبان ليا الكريشه فيها، فهمتوا؟ فقلت صفاء فين غادا، فين غادا اختي بهذا الشيء وانت باقا صغيره وزوينه اختي وفن ما شاء الله. فين غادا اختي؟ فين هو غادي اودي؟ وفين هو غادي؟ فغيمون بغيت ننقص، فغيمون بغيت ننقص. انا فاش ولدت كنت بديت كنقص، راكم لاحظتوا البنات كلشي واخا تقول صفاء وجهك هبط، راه ضعفيتي شويه لاله مولاتي، رجعت ناكل، رجعت ناكل وانا نتفقص. قلت ياك ما غتعاودي داك لا ديبريسيون اللي كانت جات كتعاوديها لنا دابا اختي، وتقعدي تحزمي، انا غادي تحزمي اختي. ونط اختي وشمرت على دريعاتي وتبعت مع كوتش ان شاء الله غادي نبداو. وفريمون عندي داك الحماس، وانا عارفه راسي انا صافا فاش كدير شي حاجه في دماغها كتوصل ليها، فاش كدير صفاء شي حاجه بين عينيها كتوصل ليها وكديرها. انا هكا دايره، فاش كندير شي حاجه بين عينيا كنديرها كنوصل ليها صافي. وبقيت كنقول انا نقدر نتبع داك الصيام المتقطع بلا كوتش بلا والو، الصيام المتقطع والسبور، كنا انا عارفه راسي الا ما زيرنيش شي واحد ما غنصيرش، فهمتي؟ الا ما مشيتيش تبعتي مع الكوتش ما غديري والو، الكوتش كتقوم تبعك، صوري شنو كليتي، وزني راسك، نشوف وزني راسك، ها شنو غتاكلي، حبسي الماكله دابا، هكا خصني انا. سمحوا لي البنات، فهكا انا خصني صافي. بالنسبه للاصال انا كنتريني في الدار، حتى ديك الصوره حطيت لكم راه كنت كنتريني في الدار، انا ما عمرني ما دخلت تريني في لاصال، كنتريني في الدار، كنخدم في الدار. فهذا ما كان الكبيدات، كنتمنى تكونوا فهمتوني، وبغيت فريمون نخوي عليكم قلبي، وبغيت نشارك معكم هذه الخطوه اللي باغا ندير، وكنتمنى تشجعوني، كنتمنى نلقى كومونتيرات زوينين اللي كيشجعوا اللي كيفرحوا، نلقى كومونتيرات ديال البنات اللي كيقولوا صافا شجعتينا حتى حنا نبداو ونبداو معاك.
فشكرا بزاف الكبيدات ولهلا خطاكم عليا. هادشي اللي غنقول دابا اختي غادي نمشي ندير فواطي وغنغسل هاد المويعنات هادو وغادي نوجد شليضه اللي غادي ناكل. ما غناكلوش دابا غير غادي نوجدها من بعد فهمتوا، حتى يجيني الجوع عاد غادي ناكلها ودابا نبارطاجيها معكم الكبيدات. البنات فراسكم كنت كنهضر معاكم وانا منسيت انني دايره الفيديو بالزربه، ما تديوش عليا اختي. نحيد غير هذا. المهم الكبيدات ها هو وصلني هذا الشيء، راه ماشي اشهار، راه الباك خديته باش ها هو اختي باش اختي يعاوني على النقصان ديال الشحمه. ها هو الباك ديتوكس، باك ديتوكس 9 ايام. ها هو اختي باك ديتوكس، نوريكم لاتشو هانتو، نشفروها المينياتور فهمتو. بسم الله. اولا عندنا هذا بروتين ديال المهم هادشي ديال فوريفر، راكم عارفين البرودوي ديال فوريفر ثمنهم طالع ولكن افيكاس زوين. هذا بروتين بالنكهه ديال الفاني، فوالا هانتوما اختي، انا اول مره كنشوف هادشي. كاين هذا الوفيرا جيل، هانتو الوفيرا جيل، هذا هو الباك ديال الضعف، هو هذا كاين ها جوج منو، جوج من لي باك الوفيرا. انا خديت لو باك كامل ديال الضعف. كاين هذا فوريفر فيلدز اوف جرين دي كومبليمون، هذا شنو هو كومبليمون اليمونتير ا باز دو فيرمون دو فيرمون لاكتيك، فيرمون لاكتيك زنك فيه حتى الزنك اختي، خصنا نحلو هادشي باش نشوفوه. فوالا دي كومبليمون ديالك شتو صافي. فينالمون كاين الكتاب ديال هادشي اللي كيشرح لك وكيدير لك كتبعي مثلا هنا لو بيتي دوجوني شنو خديتي فيه الى اخره فهمتي، شحال من كاس الماء خاصك تشربي، ها نتوما شتي كتقيدي في الكتاب. المهم اختي هذا هو الباك ديال الضعف، هو هذا اختي هاد البيدوات عام زينتهم، وهادو دي كومبليمون، وهذا بروتين على وديت باش كيعوض لك عاوتاني حيت شحال من حاجه غتنقصيها من لوكور ديالك ما تبقايش تاكليها، باش عاوتاني كيعوض لك شويه. النكهه ديال الفاني فوالا، عندهم النكهه ديال الشوكولا والنكهه ديال الفاني. هذا ما كان الكبيدات، ادعوا معايا بالتيسير وكنتمنى هذه الخطوه تكون فريمون خطوه زوينه. انا عارفه انها ماشي عاد كنتمنى، راه فريمون خطوه زوينه هذه باش اني يجي في بالي انني فريمون صافي باغا ننقص راسي بيان، وهاد لاكام هادي باش تعاونني باش ننقص، لحقاش الكوتش قالتها ليا، قالت لي هاد لاكام هادي غادي تعاونك بزاف باش تنقصي، غادي يعني تزيد تسهل عليا المده فهمتوا باش ننقص. ايوا هذا ما كان الكبيدات، كيف ما شفتوا درت شليضه مطيشه والبصله هي اللي تشهيت البارح، كليت مطيشه والخس وشويه ديال بطاطا وخيزو، شويه مسلوقين. فاليوم
اليوم غادي ندير غير مطاشه والبصله، ولكن ماشي دابا. انا فطرت مع ال11، هذه دابا الثلاثه ما فيهاش الجوع، دونك حتى دير ديك الخمسه سته بحال هكا غادي ناكل شليضه. المهم ديك سبعه ثمانيه بحال هكا غادي ناكل شي حاجه خفيفه وغادي نحبس. ايوا هذا مكان الكبيده، غادي نخبعوا هذا الباك هذا حتى نبداو ان شاء الله غدا مع الكوتش. دابا غنمشي نتواصل معاها نقول لها راه وصلني لو باك، راه جا للدار، دونك قولي لي لو سيستيم سي كوا باش غادي نبداو ان شاء الله. ايوا هذا مكان الكبيده، تمشي عند ولدي راه ما عرفت كي ترى راه ساكت ما دايرش الشغب. غنمشي لعند وليدي دابا، وكنظن غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا، وحتاش ما بغيتش فريمون تجي طويله، وفي نفس الوقت بغيت غير نبارطاجي معكم هذا الشيء، هو اللي باغا نشارك معكم فقط. فكنبغيكم بزاف وكنتمنى تشجعوني، كنتمنى نلقى في لي كومونتير قلوب صافيه وقلوب نقيه باش تشجعوني. وهذا مكان الكبيده، كنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي.